مارك بعده مسافر، واليوم عندي ضيفة مميزة مش أول مرة بتقطع معنا بإيكو. اسمها ناتالي ستيفان، بروفيسور أسوسي بجامعة الروح القدس الكاثوليك. واليوم موضوع بهم الكل، الأمهات أكتر شيء، أو يلي بيطبخوا وبيحبوا الطبخ وبيحبوا يأكلوا زيوت، أنواع الزيوت. اليوم بدنا نحكي عن الزيوت النباتية وزيت الزيتون كمان. صباح الخير، كيفك ناتالي؟ الحمد لله. بشو رح نبلش اليوم؟ انت رح اتركك على ريحتك، باي نوع من الزيوت رح نبلش اليوم؟ نحن اليوم رح نحكي عن كل انواع الزيوت النباتيه. رح نقسمها لمجموعات. نعم. ورح نشوف بقلب كل مجموعه رح نحكي عن نوع واحد من الزيت، لانه اكيد هذا موضوع كثير كبير ما فينا نحكي عنه كلهم. بس انا بدي بلش اول شيء نقول من وين بتستخرج هالزيوت النباتيه. اول شيء فيها تكون من السمر، يعني مثل الزيتون مثل البلح، وفيها تكون عم تستخرج كمان من الحبوب. في ثلاث انواع من الحبوب النباتيه. في عنا الشيء اللي بنسميه النشويات، في عنا البقوليات يلي بنستخرج منها البروتيين، وفي عنا الحبوب الزيتيه بيقولوا لها، يلي هي الجرين اولياجينوز بيقولوا بالفرنسي، يلي بيستخرج منها الزيت زيت. مثل الصوجا يلي هي كمان فيها تكون بقوليات ونشويات، في عنا الفستو وغيرها من الحبوب النباتيه. هلا في نوعين لاستخراج الزيت، رح نشوفهم هلا على الصوره قدامنا. في عنا العصر، طريقه العصر. نعم. يلي بتستعمل لزيت الزيتون. نعم. وغير انواع من الزيوت. وفي عنا كمان الطريقه الكيميائيه يلي بنستخرج فيها الزيت من قلب الحبوب عن طريق ماده كيميائيه. نعم. وهيدي بتستعمل لزيت الصويا حتى يقدروا يسحبوا الزيت من حبوب الصويا. هلا يلي نحن لازم نعرفه انه مش كل الزيت من بعد العصر عنده نفس النوعيه. نعم. نفس الكاليتي، يعني مثلا زيت الزيتون بيفرق من منطقه لمنطقه حسب المناخ، في بيفرق حتى بطريقه العصر، يعني لازم الواحد ينتبه يلي عم يعصر انه يضل محافظ على حراره ما تكون كثير عاليه. لانه هذا الشيء معقول تفكك الزيوت يعني. وهذا الشيء انا حطيته على الصوره هون بس حتى نفهم شوي كيف بتصير عمليه تفكيك الزيت. يعني لانه الزيت هو مكون من تريغليسيريد، وهودي هن حمضيات زيتيه بيقولوا لها، وقتها بتتفكك بتعلي الحموضه بقلب الزيت، وبس تعلى الحموضه بقلب الزيت ببطل صالح للاستهلاك. يعني اصلا بنشوف بالسوق وقت بنروح حتى نشتري زيت زيتون مثلا، بنشوف مثلا بيكون محطوط زيت زيتون بكر. صح. وفي عندنا ويل اكسترا فيرج، يعني بكر ممتاز بيقولوا له، او خضير، يعني بيكون معصور على البارد. ليش؟ لانه هذا بيكون احسن كاليتي، لانه ما بتكون عاليه الحموضه فيه. وفي عندنا الزيت الزيتون العادي يلي بتكون حموضته اعلى شوي. هلا اذا بتعلى بعد اكثر بيكون هذا الزيت لازم مش صالح يتعالج حتى يقدر انه ينزل على السوق. وفي عدة طرق للعلاج، اللي هي علاج للتنقية، يعني بيقولوا لها تريتمون دو بيوريفيكاسيون، بننقيه. ومن بين هذه العلاجات هي التكرير حتى يرجعوا يضبطوا معدل الحموضة حتى يصير صالح. وهذا الشيء مفروض يكون مكتوب على الاتيكيت تبع عنينة الزيت، يعني بحطوا زيت مكرر. الزيت المكرر يعني هو اصلا كانت نوعيته مش منيحة وظبطوها. يعني مش معناتها انه الزيت المكرر مش منيح، بس انه فينا نعتبر انه بلش من نوعية اوطى وتصلحت. اكسترا فيرجن اوليف اويل، ايه هو احسن واحد، أحسن لانه واحد. هو معصور على البارد وحموضته تابعه لنورم معينه، انه ما بتتعدى فالور معينه. بقى مش ما فينا نطبخ بالاكسترا فيرجن اوليف اويل. بالعكس، هلا اصلا بعد شوي رح نحكي عن زيت الزيتون ورح نشوف انه هو صالح للطبخ كثير، لانه بيقدر يتحمل درجه حراره عاليه. اوكي. هلا الشغله الثانيه اللي بدي احكي عنها اليوم هي كيف بتتميز الزيوت. يعني بتتميز من وراء التكوين تبعها، وكمان رح نشوفها هلا على الصوره. في عنا نوعين من الدهون يلي بتكون الزيوت. في عنا الدهون المشبعه والدهون الغير مشبعه. هلا ساتوريتد فات، ايه هيدي بنسميها الدهون المشبعه، وهيدي عاده بتكون على حراره الغرفه العاديه، بتكون صلبه، بتكون سوليد. بينما الزيوت يلي غنيه بالدهون الغير مشبعه بتكون على حراره ليكيد. الغرفه ليكيد. أوكي. ليش؟ لانه درجه الذوبان تبعها بتكون واطيه. مشان هيك بنسمع كثير مثلا انه الافضل ناخذ زيوت فيها دهون
دهون غير مشبعة. صح. ليش؟ لأنه هيدي حتى ما تسبب أمراض قلب. بقولوا ليش؟ لأنه بتسكر الشرايين وهيك. ليش؟ لأنه الدهون المشبعة هي جامدة ومعقول هيدي تسكر الشرايين أو هيك. هلأ بس الشغلة أنه صحيح أنه الدهون الغير مشبعة كتير منيحة وصحية، بس هي ما بتتحمل درجة حرارة كتير عالية. نعم. ومدة حفظة منا طويلة. مم. يعني ما فينا نحفظها مدة طويلة لأنه بتتأكسد بسرعة. بقى مشان هيك منشوف كتير يعني مثلا مثل زيت الصويا. نعم. هو زيت غني بالدهون الغير مشبعة أصلا، رح نشوفهم هلأ. نعم. بقى حتى يقدر يتحمل درجة حرارة عالية لازم يتعالج عبر الهدرجة بقولوا له. نعم. الإيدروجيناسيون، بزدوله إيدروجين حتى يصير زيت مشبع. يعني منحول الزيوت. أوكي. الغير مشبعة بقلب الزيت لزيوت مشبعة حتى يقدر يتحمل درجة حرارة عالية، حتى نقدر نحفظه مدة أطول. يعني مشان هيك منشوف كتير على عدة أنواع من الأكل محطوط على الاتيكات هيدروجينيتد فات، يعني زيوت مهدرجة. ليش؟ حتى تقدر تتحمل هالريتمون. مظبوط. وزيادة عن هيك لأنه حتى يقدروا يستعملوها بقلب هالمصانع الغذائية لأنه بيكونوا بيستعملوا حرارات كتير عالية. هلا رح نشوف كيف مقسمين انواع الزيت. رح نبلش باول نوع يلي هو ساتوريتد اولز، يلي هن الزيوت المشبعه، بسموهم هيك لانه فيهم نسبه دهون مشبعه كثير عاليه. نعم. مشان هيك بيكونوا هود الزيوت على حراره الطبيعه بيكونوا جامدين. في عنا الكوكونات اويل يلي هو زيت جوز الهند وزيت النخيل البالم اويل. هلا رح احكي اليوم انا عن البالم اويل لانه بيتصنع كثير بالعالم، كثير منخاف منه لانه بكل البسكويات بكل الشيبسات بكل شيء نعطيه لاولادنا كمان هذا الشغله انه منخاف منها كثير، انه نحن اذا فينا ننتبه اوقات الاولاد ما فينا اوقات بنشتريهم من السوبر ماركت. دائما بنقرا على الاتيكات زيوت نباتيه. مزبوط. بس نقرا هيدا الشيء اي نوع من الزيوت بيكونوا استعملوه وقت اللي ما بيحددوا اي نوع من الزيوت النباتيه يعني بالم اويل، وهذا اصلا مستعمل بعده انواع من الاكل اللي بنشوفها بقلب السوق، ان كان بقلب تشيبس ان كان بقلب الكريم تبع البسكوي. نعم. اللي عم نحكي عنهم بيستعمل كتير. ليش؟ لانه هذا الزيت هو اكثر الزيوت الستابل بيقولوا له، يعني بتتحمل درجه حراره كتير عاليه بتحفظ لمده كتير طويله. يعني الافانتاج تبعه هذا الزيت انه بيقدر بيتحمل حراره 100 درجه لمده 44 ساعه. وهو كتير بعيد عن بقيه الزيوت، يعني بيجي من بعده تقريبا زيت الزيتون بيقدر بيتحمل هالحراره لمده تقريبا شيء 6 ساعات بس، حتى تشوفوا قديش الفرق. فرق يعني 44 و6 ساعات. مزبوط. يعني حتى تشوفوا انه هذا الزيت بيتحمل درجه حراره كثير عاليه، بيستعمل كثير بالمطاعم لقلي الفريت لايش عشان بيقدروا بيقلوا فيه كذا مره بنهار من دون ما ينتزع الزيت. بينما نحن بنسمع انه هالزيوت يلي بنستعملها عنا بقلب البيت للقلي بيقولوا لازم تقلوا فيها مره واحده وتكبوها. ليش؟ لانه بتتاكسد بسرعه على الحراره، ما بيتحملوا حراره كثير كثير قويه. مزبوط. مزبوط. بقى مشان هيك البالم اويل بيستعملوه كثير، بيستعملوه حتى لصناعه البوزه لانه فيه نفس الميزات يلي بتحتاجها البوزه لدرجه الذوبان، بيقولوا له سنساسيون دو فريشور بقلب التم، يعني هالشعور الانتعاش لانه بس يدوب بقلب التم. هيدا لانه عنده درجه ذوبان عاليه، وقت بدوب بقلب التم الرياكسيون ذوبان تبعه بيقولوا له رياكسيون اندوثيرميك، يعني بتاخذ من الحراره، مش هيك بنحس بسنساسيون دو فريشور. يعني حتى مثلا بس ناكل شوكولا بس يدوب بقلب تمنا بنحس بهالسنساسيون. ليش؟ لانه وقت اللي بدوب بيسحب من حراره التم، بنحس هيك. كل هالاساس من البالم اويل، من البالم اويل او من حيلا نوع من الزيوت المشبع. يعني مثلا بقول لك اذا حرقت ايدك حطي زبده عليها. ليش؟ لانه بتسحب من حراره الحرق. ليش؟ لانه هيدي رياكسيون اندوثيرميك بتاخذ من الحراره. وقبل ما ننهي مع البالم اويل لانه هو صلب بيستعمل كثير بالمارغارين بالسمن النباتي. سمن النباتي. صح. هلا ثاني نوع من الزيوت اللي رح نشوفها هي الزيوت الغنيه بالدهون المشبعه، مش زيوت مشبعه، غنيه بالدهون المشبعه، يعني فيها نسبه اقل من نسبه الزيوت المشبعه وفيها كمان من الدهون الغير المشبعه. بهالمجموعه في عنا زيت الفستق والدراشيد وفي عنا زيت الزيتون. زيت الزيتون هو زيت مميز نسبه لغير زيوت من صنفه لانه فيه مواد مضاده للاكسده.
الجسدي. نعم. يعني هلا مزبوط فوالا. هلا هو لانه فيه زيوت مشبع، فيه دهون مشبعه ودهون غير مشبعه، يعني بيصلح ليكون ني يعني للسلاد وهيك، وبيصلح للطبخ كمان لانه بيقدر بيتحمل درجه حراره عاليه، ولانه فيه هالانتي اوكسيدان المواد المضاده للاكسده بيحفظ لمده اطول من بقيه الزيوت النباتية. يعني فيه يبقى لمده سنه ونص سنتين بنقدر نحفظه بكل سهوله. في اعتقادات خاطئه بيقولوا انه ما لازم نطبخ بزيت الزيتون. بالعكس، ما بعرف ليه عن جد. بالعكس، هو زيت بيتحمل اكثر من غير زيوت درجه حراره. مثلا هلا كثير كمان درجة الكانولا اويل مزبوط للطبخ، بحطوا كانولا اويل لانه فيها اوميجا، فيها كثير قصص يعني مزبوط. بتفيد كمان كانولا اويل هي نوع من الزيوت بيقولوا لها زيوت الاكيليبري، يعني فيها من كل انواع الدهون، يعني الدهون المشبعه والغير مشبعه بنسب كثير قريبه. بقى مشان هيك كمان بتستعمل للطبخ وبتستعمل كمان للسلاد، بس ما بتقدر تتحمل درجه حراره قد زيت الزيتون لانه زيت الزيتون فيها دهون مشبعه اكثر من الكانولا. تعلمنا شغله اليوم مهمه منك عن جد. اي نوع من زيت الزيتون؟ لكن اكسترا فيرجن اوليف اويل هو لازم هو اللي بيكون اعلى كاليتي، يعني بيكون هو الاكسترا فيرجن اويل. حتى هوديكي كمان صالحين، يعني هي بس الفرق هي فرق بالحموضه. بس في شغله ناس هون عندنا بلبنان عاده غير بقيه البلدان بحبوا الزيت الزيتون المعكر العكر، صح، لونه اصفر بحطوه على اللبنه، بيكون في ايه بيكون فيه هيك بنحس انه في قلبه مواد معكرته. هلا مش معناتها انه هذا الزيت الكاليتي تبعه احسن من بقيه الزيوت، بس هذا الزيت الحلو فيه انه بيحفظ بعد اطول، لانه هيدي هالماتير اللي بتكون بقلبه يلي معكرته هي يلي بتساعد على حفظه. يعني هذا الزيت فينا نطبخ فيه المعكر كمان؟ اكيد كمان. اكيد، بس انه اكيد بيعطي هيك يمكن ريحه بقلب الطبخ غير، صح. لانه بنستعمله على اللبنه، على المواد التبوله اكثر، مستعمل للني. وهلا اخر مجموعه من الزيوت اللي رح نشوفها هي الزيوت الغنيه بالدهون الغير مشبعه. بهيدي الفئه في عنا تقريبا 3 ارباع الزيوت النباتيه، لانه هي غنيه بالزيوت الغير مشبعه. في عنا زيت دوار الشمس، في عنا زيت الصويا، في عنا زيت الجوز، وزيت حبوب العنب بيبان دريزان. هودي الزيوت هي زيوت صالحه لانه الواحد يستهلكها نيه اكثر ما انه مطبوخه، لانه مثل ما بما انه فيها دهون غير مشبعه يعني ما بتقدر تتحمل حراره عاليه. وكل زيت من هالزيوت هو عنده مكونات خاصه فيه، يعني بتميزه عن غيره. يعني فينا نقول هيك بريفمان عن كل زيت شو له مميزات؟ يعني هلا في قسم منهم هن اغنياء بالاوميجا 3 بيقولوا، وفي قسم كمان غني بالاوميجا 6. يعني هلا اذا ما نفوت بنصير عم نحكي شيء بيرمون شيميك، يعني بس انه بنحكي عن شيء اسمه بولي انساتوري، يعني بيكون هي زهون دهون غير مشبعه بكذا محل منها، بكذا محل من التكوين تبعها، وهذا بيعطيها قيمه غذائيه اعلى من غير زيوت. هلا انا بس نقيت زيت الصويا صراحه بين كل هالزيوت لانه هو اكثر شيء مستعمل واكثر شيء مصنع، وهو اكثر زيت بيستعمل لحتى ينعمل فيه المايونيز والفينيغريت يلي بنشوفهم كثير بالسوق. فيهم يعني عادة زيت يلي بيستعمل لهالمواد الغذائية هي زيت الصويا، واللي بميز هالزيت كمان انه اثناء صنعه بيستخرج مادة يلي هي الليسيتين. الليسيتين دو صوجا بنشوفها بثلاث ارباع انواع الاكل، بس نشوف مثلا على الاكل مكتوب مستحلب، يعني بتكون هيدي ليسيتين بتساعد حتى تعطي كثافه للمواد الغذائيه، ومستعمل كثير كاديتيف يعني بقلب الماكولات بعده صناعات غذائيه. وزيت الصويا كمان بيستعمل كثير حتى يرخوا فيه الدهون. يعني مثلا بنشوف ايامات في عنا زبده اذا بتحطيها بالبراد وبتشليها بدك يمكن فرعها حتى تقصيها قد ما بتكون كثير جامده، هيدي بتكون مصنعه
بس من الدهون المشبعة مشبع. يعني كل شيء يلي بيجي دوريجين أنيمال يعني بيكون جاي هي دهون حيوانية بتكون دهون مشبعة. فمشان هيك الزبدة مثل ما هي بتكون كتير قاسية بس شليها من البراد. في عندك شيء بينباع كتير صار هلأ بالسوق بسموه البر تاندر يعني الزبدة الطرية شوي طرية. هي بنقدر نعمل منلفها على العروس وهيك ليش حتى بس تكون هيك دوس أكتر يعني معيتها من زدلة زيت صويا. ليش؟ لأنه هو غني بالدهون الغير مشبعة. بس هلأ منشوف كتير أنه منستعمل زيت الصويا منستعمل زيت دوار الشمس منستعمل زيت الذرة بالقلي مع أنه هن أصلاً منو صالحين للقلي بس كل هالزيوت يلي منستعملون حتى يكونوا صالحين للقلي بقطعون بمرحلة الهدرجة يلي حكينا عنها بالأول. يعني كل هالزيوت يلي منجيبها بالسوق يلي منستعملها للقلي هي بتكون زيوت مهدرجة. وقال إذا ما كانت مهدرجة ما فينا نستعملها للقلي لأنه ما بتتحمل درجة حرارة. طيب شو أفضل زيت نستعمله بالطبخ؟ زيت الزيتون بالطبخ وحتى طب بالقلي بالقلي هلا كل هالزيوت اللي عم نجيبها نحن من السوق هي زيوت مهدرجه يعني عاملينها حتى تتحمل درجه حراره. فينا نضلنا نستعملها بس بنضلنا دائما على الاعتقاد اللي دائما بنضل نقوله بين بعضنا انه افضل ما نقلي فيها اكثر من مره ومنقلي ومنكب. مظبوط يعني افضل شيء. طيب على السلطة شو افضل زيت غير زيت الزيتون؟ على السلاد صراحة هلا بنسمع كثير اخصائيات التغذية بيقولوا ومعهم حق 100% انه اذا فينا نحن نخلط من انواع الزيوت بيكون كثير منيح لانه في زيت بيعطيك اوميجا 6 زيت بيعطيك اوميجا 3 يعني حتى نقدر نستفيد من فوائد الزيوت كلها الافضل انه نخلط يعني. بس اكثر شيء هن منيح هن زيت بذر العنب اللي حكينا عنه الويل دو بيبان دريزان. في عنا الويل دو نوا زيت الجوز كمان هو هودي من احسن اصناف الزيوت يلي بنقدر نستعملها يعني نعمل سلطة نخلط نعمل الكانولا نستعمله ناي احسن اذا كان للسلاد عنده فوائد كتير. واصلا بس حب اقول شغله بخصوص الكانولا لانه حكيت عنه هو اصلا زيت الكانولا يعني عباره الكانولا منا موجوده هي اصلا بذره الكولزا يعني ويل دو كولزا بس موجودة كمان ويل دو كولزا يعني نشتريها مزبوط بس هي أصلا كلمة الكانولا جاية من كندا يعني الويل دو كولزا بقولوله بكندا ويل دو كانولا. صرنا نحن بنحكي عن الاثنين ومنفكر أيامات أنه الكولزا هو غير الكانولا بس إفكتيف ما هن نفس الزيت. وفي اعتقادات كمان بيقولوا أنه الكانولا مش ويل طبيعي هو تركيبة عملوها مش صحيح هو أوكي. مستخرج من حب الكولزا كولزا بس مثل ما قلنا يعني معقول يكون مستخرج عن طريقة كيميائية يعني نعم. بس مثل زيت الصويا بس مش معناتها انه مركب لا هو مستخرج. لكن لازم بالسلطة نشكل زيوت هيدي افضل مش دايما نحط زيت الزيتون بس. هلا هو زيت الزيتون هو كمان كتير منيح كتير منيح بس انه حلو نشكل لانه بناخد افادة كمان بناخد قيمة غذائية اكبر لكن ريزان دو بيبان ويل دو ريزان دو بيبان ويل دو نوا الجوز وكمان زيت الزيتون والكولزا او الكانولا بالسلطة من افضل انواع الزيوت اللي بتستعمل واحسن زيت مش نقلي فيه انه نطبخ فيه هو زيت الزيتون. مزبوط اعتقاد ما كنا بنعرفه هلا تعلمنا شيء منك وكتار من المشاهدين انبسطوا منك لانه كمان في كتار يعني جدودنا وهول كانوا يستعملوا زيت الزيتون بالطبخ والطبخ طعمه أطيب بس نستعمل زيت الزيتون وما نستعمل غير أكيد غير نحن عنا غنى بالبلد عنا هو زيت الزيتون. بالنهاية أنا بحب أشكرك لوجودك معنا تعلمنا كثير قصص اليوم لكن نتفادى شوي البالم أويل ما هيك مزبوط يعني كل شيء دهون مشبعة نتفاديهم مزبوط وما يعني نتفادى بالبسكوي وهولي قد ما فينا قد لازم تكون الكمية تمدر يعني هلا هي المشكله انه هن لانه منهم يعني مش حاطينهم من ضمن الماتير توكسيك ما في عندهم ليميت جورناليير ادميسيبل بس نحن لازم ننتبه يعني. هلا اكيد كمان بتفرق بين شخص وثاني اذا حدا عنده مثل ما بيقولوا تاندانس انه يصير في معه كوليسترول او هيك او في عندهم بالعائله الافضل انه ما ياكل منهم بالمره.
ناتالي ستيفان بروفيسور اسوسيي بجامعه الروح القدس الكاثوليك، ثانك يو لوجودك معنا. ميرسي على المعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياهم، ان شاء الله بنشوفك قريبا كمان بحلقات مقبله. مشاهدينا وقفه، انا برجع بشوفكم ببيتس.